بيكم النهاردة في حلقة جديدة، شوية نصايح كده على الماشي علمي بنتك للمامز والبنات. وبقى بقالنا كتير ما خدناش شوية نصايح علمي بنتك تغسل تحت الإبط وتتخلص من ريحة العرق باستمرار. علمي بنتك الشعر اللي بيقع في المشط بعد ما تسرح ما يتسابش فيه وما يترميش في أي حتة. علمي بنتك كمان تستخدم المناديل تنشف بعد البيبي ويبقى فيه باسكت في الحمام تترمي فيه. الحاجات الصغيرة دي مهمة جدا جدا جدا. علمي بنتك الاندروير عموما يتغسل لوحده على درجة حرارة عالية، يا اما تتنقع لوحدها بشوية مسحوق قبل ما تتحط مع باقي الغسيل. علمي بنتك تعلق ان هدومها العرقانة تحطها في الغسيل، مش تسيبها تعلقها وتنشف وتلبسها تاني، العرق بيفضل فيها ومش بيروح بسهولة. علمي بنتك تغسل سنانها قبل ما تنام واول ما تصحى وبعد لما تاكل اكلة فيها توم او بصل، الحاجات دي مهمة جدا وبعد كده بتبقى اسلوب حياة. علمي بنتك تستحمى لما تلاقي نفسها غرقان عرق مش تفتح التكييف، ظنا منها ان خلاص كده العرق انتهى. علمي بنتك ان الاندروير حاجة خاصة ما تتسابش وما تتنشرش في اي حتة اللي رايح واللي جاي يشوفها. علمي بنتك كمان كعب رجليها يتحك بمبرد او حجر مع كل شاور. خلي بالك الحاجات دي لما بتتساب تراكمات مرة على مرة على مرة بتخلي الرجل مش سهل ان هي تتعدل بعد كده. علمي بنتك ضوافر ايديها ورجليها على طول نظيفة ومقصوصة ومتزبطة. علمي بنتك كمان هدوم البيت بتتغير مع الحموم علشان بتعرق زي هدوم الخروج بالظبط. ما تهتمش بره وخلاص وجوه تسيب نفسها وما تهتمش بهدومها وملابسها. علمي بنتك ان الحبوب اللي في وشها عايزة دايما نظافة واهتمام، ولازم تشيلها وتستخدم شوية حاجات منظفات، ويا ستي لو مفيش منظفات تستخدم ماء ورد. علمي بنتك تحافظ على ريحة شعرها دايما حلوة، والشعر الطويل لما بيتغسل ويتلم كحكة بيفضل ريحة الشعر مش حلوة، فلازم تعمله على الأقل تهويه شوية. علمي بنتك تغسل ايديها قبل ما تمسك اي اكل وبعد ما تاكل اي حاجة علشان جوزها يدعيلك وما يدعيش عليكي. المستوى الراقي تربية نظيفة مش تعليم في المدارس الاجنبية. الست الراقية راقية في نفسها، مش وظيفة او شركة انترناشنال، ولبس سنيه الهاي كلاس اسلوب حياة مش براندات. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش لايك وكومنت وسبسكرايب وشير. النهاردة شوية نصايح كده على الماشي برا اللغة الانجليزية.